نقلب البنتي على المقرر ديال الفرنسي ديال التحضيري، وفي نفس الوقت تكون مراجعات في المدارس. وهادي الفوميو تخلي الامور غاده عاديه، حنا عايشين برا كيجهزوهم هما كيديروا لهم كل شيء باش تبدا تهيئ فيه الدخله، باش ما يجيش داك الشيء صعيب. حيت اول زعما كاين غادي تبدا المستوى الاول خاصها تكون مهيئه شويه، ضروري كنهيئوهم كنشريو الكتوبه على بعد واحد 10 ايام ولا 15 يوم قبل. باسكو دابا الطفل، نعطيك غير مثال، كاين انا عندي كوني دي جون اللي الولد كيخرج مع 7 الصباح مع الترونسبور، ما كيجي حتى الستة على القرايه، كتولي عنده هاجس، كيولي نون ديكاب. نهيئو كما في هذا الصيف هذا ان شاء الله، ونبدا نهيئو بزاف انايا لان القرايه هي كل شيء. كاينين اللي عنده مثلا وليداته يلا غيدخلوا اول مره، كاين اللي وليداته كيقراو ديجا، كيديروا واحد الاستعداد، انا كيهضروا معاه شنو هي المدرسه، شنو هما التلاميذ، كيفاش تحترم الاساتذه ديالك، كيفاش تحترم الدراري تيقراو معاك.